يعتبر يا صديقي كده، لو القناه كان الريتش بتاعها عالي كنت خفت انزله، بس الحمد لله القناه الريتش بتاعها بدا يروح في الحمام، فقررت ان انزل الخبر ده، وهو خبر ان الفيفا قررت تعاقب الجزائر ب 3000 فرنك. لجنه الانضباط بالفيفا قررت تعاقب الاتحاد الجزائري لكره القدم ب 3000 فرنك. 3000 فرنك ومفيش يا جماعه ماتشات تلعبوها من غير جمهور، اللي هو ايه ده؟ ده الجزائر عايز الماتش يتعدى على الكاميرا تقول لي 3000 فرنك وكان في ايقاف جماهيري. ايه يا عم في ايه؟ ما انا عايز اقول لك ان بكاري جسامه مش بس خربها جوه الملعب، ده عمل تقرير في الجمهور الجزائري، يعني تقرير سيء جدا، يعني الناس كسرت المدرجات بعد المباراه، فالراجل هو مراقب المباراه حرفيا عمل الصح، عملوا اكتر من الصح يعني مع الكاميرونيين، وعملوا اكتر من الصح مع المنتخب الجزائري، بس بالعكس يعني عمل الغلط كله مع المنتخب الجزائري في الملعب وبره الملعب. وبيقول لك يعني الحكم كان مخفف، يعني الفيفا ما رضيتش ان هي تحكم بحكم تقيل شويه، وهو يعني نوصل لل 100,000 او 200,000 فرنك، وهم قرروا 3000 فرنك. مش عارف 3000 فرنك دي يعملوا بيها ايه، يعني 3000 فرنك مش عارف بصراحه، بس هو خبر غريب، والخبر ده منتشر بس كله متنقل يعني منقول من مصدر واحد، فانا قلت اطلع اتكلم في الخبر ده بما ان احنا النهارده مفيش ماتشات وكل سنه وانت طيب، وعارف ان الحاله دانجو مفيش اي ماتش، فقلت خلاص اطلع اتكلم في الخبر ده، لان في شويه اخبار كده بقت بتنزل غريبه ومريبه وعجيبه، يعني الناس كلها مستنيه عاده مباراه ومستنيه مناقشه لجنه الانضباط، والخبر ده راح طالع في النص كده، واتنين الناس كلها مستنيه معاقبه بكاري جسامه ومستنيه عدت مباراه، ومره واحده هوبا غرامه. غرامه ايه؟ احنا بنهرب ولا لا؟ غرامه غرامه، لا ده الملف بتاع الجزاء، الملف بتاعنا احنا اللي احنا مستنيين عدت المباراه، غرامه يعني الماتش مش هيتعاد، غرامه ومفيش ايقاف جماهيري كمان. انت كنت عايز كيف توقف جمهور الجزائر عن حضور ماتشين كمان؟ يعني ايه الافتراء ده؟ يعني ده الناس عايزه الماتش يتعاد حرفيا، ده انت حرفيا نزلت بيهم لتحت الارض. بس اتمنى الخبر يكون فيك بصراحه، ولو اني اشك، هو الخبر منقول من مصدر واحد وكل صياغه بتاعته واحده في كل المواقع اللي انا قريته، بس اتمنى ان هو يكون خبر غير صحيح، اتمنى بصراحه، مع اني طالع اقول لك على الخبر، بس انا عن نفسي اتمنى ان هو يكون خبر غير صحيح، لان الخبر ده لو صحيح هيكون صدمه السنين. مش هقول لك طبعا اعمل لك لما الخبر سيء واكيد ما عجبكش.